واجب على كل جندي أنه يتعلم مهارات وفنون القتال البدنية والذهنية، حتى ولو عاش طول عمره لم يواجه عدو أو يخوض حرب، لأنه لو حتى ما خطش الحرب هيعيش طول عمره جاهز قوي ممتلئ بالثقة في قدراته أنه يقدر يسد وقت ما يحتاج ليه بلده. وقد يعرض أنه يواجه عدو، ولو عرض لهذه المواجهة يبقى قد المسؤولية لأنه كان مجهز نفسه، ولا يوصف بالتخاذل أمام نفسه أو أمام وطنه أو أمام ربه. وفي آية صريحة في القرآن للجميع إن هم يجهزوا نفسهم مش بس للجنود، قال تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. يعني كل واحد يرى مكانه ويرى ما قد يعرض ليه من المواجهات ويجهز نفسه، حتى إذا عرض لموقف معين محتمل الخسائر تقل ويزيد انتفاعه لأنه مجهز نفسه. وانت كإنسان معرض أنك تصاب بالفقر أو الغنى، معرض أنك أنت تسمع موعظة مؤثرة لو قلبك بس كمستعد، معرض لفتنة تدع الحليم حيرانا لو روحك مش صلبة وجاهزة موصولة بالخالق. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشجع الناس أن أرواحهم تبقى جاهزة أمام الفتن المحتملة اللي ياما ربنا ذكر احتمال حدوثها في هذه الدنيا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال، ابدأ بالأعمال الصالحة قبل ما تجيلك الفتن، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ما كانش جاهز، فحصل رد فعل هو ما كانش يتوقعه من نفسه لما تعرضت عليه الفتنة. انت متأكد من رد فعلك لو تعرض عليك رشوة 1,000,000 جنيه وانت مزنوق ماديا؟ متأكد من رفضك ليها؟ جاهز روحانيا لحاجة زي كده؟ طب متأكد من رد قلبك على واحد بيتكلم بطريقة جذابة جدا ان مفيش اله للكون؟ روحك جاهزة ان هي ده ما يرميش في قلبك شبهات الالحاد؟ عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دايما كان يقولك بادر وجهز نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. انت عارف الحديث ده ممتلئ بالاحتمالات المتوقعة لناس كتير حصل لهم ظروف غيرت أحوالهم مع الله. بدأ الحديث: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ أنت مستني تصاب بفقر ينسيك الرضا بالقضاء والقدر؟ جهز نفسك دلوقتي، يمكن تبقى غني أو تبقى فقير، جهز روحك لاستقبال الأقدار. وممكن واحد تاني يبقى غني فالغنى ده يخليه طاغي مفتري لأنه مجهزش قلبه لاحتمال نعمة المال. وده السن الكبير الهرم أفقدوا كثير من العبادات، وقبلها ما كانش بيعبد فميزانه خفيف قوي، أو هرما مفندا. عشان كده كان دايما ربنا سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم يا ترى عملوا إيه؟ قال: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. مين اللي لو أخطأ هيفتكر ربنا ويهجر اللذة الكبيرة اللي ملايين غيره وقعوا فيها ومش عارفين يسيبوها؟ اللي ربنا قال عليه في الأول: وسارع، الذي سارع وما رفضش اللي اتعرض عليه من الأعمال الصالحة اللي بتربي القلب وتقوي الروح على استقبال الفتن بعد كده. عشان كده الحل، تعالوا بسم الله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تعالوا نصدق بالحسنى، الحسنى إن ربنا اختارنا من أهل التوحيد، تعالوا نصدق على هذا الاختيار ونبدأ إحنا كمان. تعالوا أول حاجة نصلي صلواتنا الخمسة بمحاولة الحضور بالجسد والقلب. اشمعنا الصلوات الخمسة؟ الصلوات الخمسة هي العبادة المقوية للروح في استقبال أحداث الحياة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة بتمتلئ الروح بالسكينة اللي بتقود الإنسان في أمواج الحياة، ف
فصلي أول ما تسمع الأذان بحضور الجسد والروح على قد ما تقدر. رقم 2، دي نصيحة مادية بقى، توقف عن الإسراف وشراء الحاجات اللي أنت مش محتاجها فتضيع فلوسك، فوقت ما يحصل لك أزمة مالية تندم على طريقة الصرف بتاعت زمان. لا، جهز نفسك أنك تكون إنسان مقتصد في إنفاقك المالي عشان ما تندمش على الإسراف وقت ما يحصل لك ضائقة مالية. حاجة تانية، كن مستمعا جيدا واقبل ما يوضع في طريقك من العلوم، لأن في بعض العلوم بتتعرض عليك والمعلومات بتخلي عندك حالة من الجهوزية العقلية والروحية أمام مضلات الفتن اللي ممكن تظهر بعد كده. فحاول تكون مستمع جيد للعلوم، العلوم اللي بتتعرض عليك ربنا سبحانه وتعالى بيعرضها عليك بالذات العلوم دي عشان يكون حاجة فيك، فلا ترفض ما يعرض عليك من العلم. يا رب يا رب يا كريم، احفظنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وثبتنا على ما يرضيك حتى نلقاك وأنت راض عنا.